اليوم بمناسبة 8 ماي اليوم الوطني لمواجهة التعذيب، هذه ندوة صحفية للتأكيد على جملة من المواضيع، منهم العدالة الانتقالية، منها التعذيب ومآلاته في البلاد على مستوى التشريعي وعلى مستوى الواقع وعلى مستوى، وفما نقطة الإفلات من العقاب. ثم النقطة الهامة والكبيرة في تقديرنا في تقدير منظمتنا هي مسألة 8 ماي إقراره بصفة رسمية وفعلية وتتكفل به مؤسسات الدولة والمجتمع باش ينشروا ثقافة منهض التعذيب لاجتثاث هذه الآفة المقيتة. والنقطة الثانية والهامة في نفس النطاق هي متحف منهض التعذيب. راهو فما اصدار في الرايد الرسمي في القانون التونسي موجوده جمله من متاحف منهض التعذيب، منهم برج الرومي، منهم الحبس القديم تاع 9 افريل، منهم قصر الاميرات سجن النساء بمنوبه، ومنهم مقام سيدي عيسى في ولايه نابل، وصبات الظلام في المدينه العربي، والمركز الشرطة القديم بمدينة قعفور اللي هو بناية قديمة وتحرقت وقت الثورة واللي التوى نطالبوا بها وصادرة في الرايد الرسمي، وعملنا مراسلات لرئاسة الحكومة وتكلمنا عليها في الجلسات العلنية وشادين صحيح وناس كل يعرفوا الموضوع هذا، وعملنا ندوة مع الأمم المتحدة ومع المجتمع الكل ووزارة الداخلية والحكومة والسلطة والسلطات المتتالية، ولا أستثني أحداً، تمانع في إقامة هذا. ماذا يعني؟ هذا يعني أن السلطات هذه شادة في التعذيب كوسيلة تحقيق وكوسيلة تعامل مع خصومها السياسيين، وهذا أمر ما عادش يتقبل. احنا شدينا صحيح أكثر من ربع قرن في عائلة الشهيد قبل الثورة معناه بتأسيس وإرسال يوم الوطني لمواجهة التعذيب بصفة دورية وتعلمون هذا، بعد الثورة معناها نطالب بإنجاز هذا الشيء بكل معناها شدة وبكل صرامة وبكل صحة رأس وبكل تمسك. يوم الجمعة القادم ثم 12 ماي 23، يعني مروا 5 سنوات ممكن ناقصين شهر على بداية أشغال الدوائر الجنائية المتخصصة بصفة عامة وبداية نظر دائرة الكاف في قضية الشهيد. التوى بصراحة القضية الأولى الجاهزة للبت والقريبة من الحسم هي قضية شهيد نبيل بركاتي في الكاف. 12 ماي راهو الدفاع باسم المنظمة والعائلة قدم الطلبات في الجلسة الفارطة وتوجه بالطلبات اخذاهم المكلف بنزاعات الدولة. توا مازلت نزلنا في معنا تقرير اخر باش يقدموا محامي اخر باش يقدموا الاسبوع هذا، وننتظروا في جواب معناها نزاعات الدولة وننتظروا في المرور إلى المرافعات وإصدار الحكم. هذا وسيكون هام مهم جدا، وهذا قال في الندوة الصحفية أنه إصدار حكم والبت في هذه القضية سيفتح المجال لبقية إلا أنه راه فما صعوبات وفما تعطيلات بأساليب أخرى اللي تعرفوها، مثلا ينقص لك في أعضاء الدائرة، تولي أعضاء الدائرة إذا كان مش هم متدربين على العدالة الانتقالية ما عندهمش الحق يصحوا في الحكم وتدريبهم كامل مش ناقص، وفما هرج من هذا النوع ووزارة العدل على بينة منه، والمجلس الأعلى للقضاء اللي يشرف على الحكاية وينه القديم والجديد، ومعناها المفوضية السامية لحقوق الإنسان راعية هذا المسار مع الأمم المتحدة قاعدة تتحرك قاعدة تطالب معنا احنا وإلى جانبنا، ونحن نتصلوا برئيس المحكمة ونأكدوا ونحبوا تتم العملية في أقرب وقت.